العزيزي محمد الامين طالب من جامعه مسيلم قسم الالكترونيك مناد الالكترونيك. اليوم جينا الصالون الوطني للابتكار هنا في جامعه محمد بشير الابراهيمي بالبرج بوراريج. شاركنا جبنا هنا هذا البروجي اللي هو غو ميديكال. الهدف تاع غو ميديكال هذا هو يدير ريديكاس ويدير مساج للناس باريس بالواحد كي يتكسر من يده ويدير بلاطر شهر ولا شهرين راح يلقى صعوبه بعدها باش يحرك صباعه، تسمى راح يولي تسمى تولي عنده لازم باش يروح للمراكز تاع الريديكاسيون. والمراكز تاع الريديكاسيون هذو لاحظنا بانه عندهم اسعار غاليه، يعني فوق ال 100000 150 200 حصه غاليه شويه. ياخذ منه الكون هذا يدير ريديكاسيون يشريه في الدار بعد استشاره الطبيب، يقدر يستخدمه ثاني اللي تحكمه لاطونسيون باغ اكزومبل في اليدين ولا واللي عنده صعوبه في تحريك الاصابع يقدر يشريه ويستخدمه، يقدر يقيس ثاني لاطونسيون، يقدر يقيس الاكسجين في الماء، يقدر يقيس التوتر تاع القلب ويفيشيهم هنا في ساعه. دونك هذا هو البروجيكت.